أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية الجميلة مع هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع. انطلاقة سليمة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم، الشوط الحادي عشر، شوط خاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة. وأرى الرمادي من قاد المجموعة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب، يلي مع المركز الثاني. نتابع المركز الثاني وأرى مرموق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم يتدخل على مستوى المركز الثاني، يقود أمسري بن سالم بالعرض الحميري. ومع المركز الثالث مياس بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، سعيد بن محمد بن مروشد من يعلن انطلاق مياس على مستوى المركز الثالث. ومع المركز الرابع الهلالي لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان اليابري، متابعا لانطلاقة الهلالي مع المركز الرابع. ومع المركز الخامس وصل مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، متابعا لانطلاقة مياس مع المركز الخامس والسادس التحديات. ومع المركز السابع أرى التقدم أيضا مع شاهين وشاهين الآخر جميعا بشعار هجن العاصفة، يقدم من غياث الهلالي. كذلك أيضا مع المركز الثامن وصل شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز التاسع، المركز التاسع شاهين التابع لهجن ند الشبه سالم بسعيد من يقوده بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الأول للتسع المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، والرمادي على الصدارة، الرمادي على المقدمة لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد مختار بن أحمد، متابعا لانطلاقة الرمادي على ناموس هذا الشوط. ولكن التسلل مع المركز الثاني، مع المركز الثاني نتابع مياس مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن مروشد، متابعا لهذا الانطلاق مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث أرى التقدم مشعر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم مع مرموق مسري بن سالم بالعرطي الحميري، يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث. ومع المركز الرابع التقدم أيضا في هذه اللحظات من مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم، عملية التضمير والتدريب عند عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. بينما انطلقنا مع المركز الخامس والسادس بأرى شاهين وشاهين الآخر بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز السابع أيضا شاهين التابع لهجن ند الشبه سالم بسعيد من يقوده بهذا الانطلاق. ومع المركز الثامن شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز الثامن أرى هناك الهلالي، مع المركز الثامن لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي ومتابعة فايز بن غفان اليابري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. اكملنا النداء الثاني، اكملنا النداء الثاني للتسع المراكز الاولى المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ولكن لنا عودة مع الصدارة، وأرى التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. أرى مرموق في هذه اللحظات ومياس، مياس بالفعل
اللي انطلق بالصدارة، مياس اللي قاد المجموعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم، وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يعلن هذا الانطلاق على المقدمة يلي مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى التسلل أيضا من مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن مروشد المتعب الصغير متابعا منطلقا مندفعا مع هذا التحدي مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث والرابع، شاهين وشاهين أيضا الاثنين بالشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. المركز الرابع شاهين، التابع الهجن ند الشبه سالم بسعيد من يقوده بهذا الانطلاق، ومع المركز السادس أرى شاهين الآخر بالشعار هجن العاصفة متابعة غياث الهلالي من ينطلق من يندفع بهذا التحدي الجميل والرائع. ولكن بنعود مع الصدارة حيث أن بدينا اتجاه سليم واتجاه صحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية. نتابع الصدارة ومياس من قاد المجموعة، مياس من انطلق بالصدارة بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، الشعار الأزرق على ناموس هذا الشوط وبقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. من يقدم مياس؟ من ينطلق بتحديات مياس؟ ولكن الهجوم 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 مع المركز الثاني والثالث والرابع جميعهم أيضا بالشعار هجن العاصفة يقدمهن غياث الهلالي. ومع المركز الخامس شاهين التابع لهجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والمتابعة. نتابع البداية، نعود مع المقدمة مع التحدي مع الانطلاق المتميز، ونحن نعادل لوحة الكيلو المتر الأخير والخطير والمثير بهذا الانطلاق مع مياس. مع مياس بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. ولكن أرى الهجوم، أرى الهجوم مع المركز الثاني. نتابع شاهين التابع لهجن العاصفة يقدم غياث الهلالي، بدأ يدفع بشاهين إلى المركز الثاني. المركز الثالث شاهين التابع لهجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الرابع شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. مياس يسيطر على المقدمة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات بهذا الاندفاع المتميز بهذا العرض المثير بدون أي تعليمات عصاقوت حتى هذه اللحظات. مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة أبو عبد الله سعيد بن محمد بن مروشد. من يتابع هذا الانطلاق. ولكن الهجوم مع المركز الثاني. نتابع شاهين التابع لهجن العاصفة يتسلل مع المركز الثاني، بشعار هجن العاصفة يقدم غياث الهلالي. واللحظات الأخيرة مياس صامد على المقدمة بعروضه التلقائية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان براد المكتوم على فوز مياس بالمركز الأول. تهانينا للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. المركز الثاني ياتي شاهين من هجن العاصفة، المركز الثالث شاهين بشعار هجن ند الشبه، المركز الرابع شاهين التابع لهجن العاصفة، ومع المركز الخامس مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم ياتي على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني 9:20 جزء واحد من الثانية هو توقيت مياس. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهاني لسعيد بن محمد بن مروشد. شاهين يصل مع المركز الثاني 9:22 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي. شاهين يصل مع المركز الثالث بشعار هجن ند الشبه ياتي بتوقيت زمني مقداره 9:22 وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن ند الشبه والتهاني موصولة لسالم بن سعيد. تهانينا للجميع والناموس.